السلام عليكم. اليوم حبيت افرجيكم، وصيت على في كتير عالم سألوني على الزبريم، على الفرويت بلايند فلوفر، وعلى الناتور ناتورال زبريم ناتورال. هذا بجي بالخضار وهذا بجي بالفواكه. سألوني انه اذا كويسات ولا لا. انا الصراحة ولا مرة ما جربته، انا عطو بستعمل يا هاريسون يا من شركة فرسلاقة، فهلا جبت هدول راح اجربهم. راح استخدم هذا للببغاء الدرة للكاسكو، هذا راح استعمله للكروان ببغاء الكوكتيل، وللكمان لببغاء الدرة. راح اخلط هاد مع هاد وقت اللي بدي اقدمهم لببغاء الدرة. يعني هن اتنيناتهم بيصيروا الصراحة. هذا هو الزبريم. كمان جبت هون هذا الدخل، بتعرفوا طلبت كيلو. كمان هذا كتير كويس، اذا بتعطيه للكاسكو كمان بياكله، ولو ببغاء الدرة طبعا كمان بياكله، وكتير مفيد، يعني احسن من البجي فرط. هذا كل شيء لليوم، راح اجربه ونشوف النتائج. اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. السلام عليكم.